بعد كده نتكلم على principles of quality management. عندنا 4 principles هيبقوا ماشيين معانا في كل المواصفة بتاعت الايزو. اول حاجة plan, do, check, act. plan ان احنا في كل حاجة لازم نحط خطة اولية عشان نبدأ بيها الشغل. اي حاجة في المواصفة هتلاقي في الاول, في اول كل مواصفة لازم يقولك الاول لازم ان انت تعمل plan. حطيت الخطة الاولية عشان تبتدي بيها الشغل, اوكي هتبتدي بعد كده تطبق الخطة اللي حضرتك حطيتها دي, وبعد كده هتبتدي ان انت تعمل عليها تشيك علشان تتأكد ان الخطة دي ان هي مفروض ان هي اتنفذت, او ان هي او ان انت تقيس النتائج بتاعتك دي طلع شكلها عامل ازاي. وبعد كده بنبتدي في مرحلة الاكت اللي هي بعدين بتشوف, بعد ما تشوف النتائج بتشوف التقييم بتاعها بتبتدي تاخد اكشن علشان تحسن وتطور الاداء بتاعها. فاحنا قلنا ان البرنسبلز بتاعت الكواليتي مانجمنت سيستم هي 4, بلان, دو, تشيك, اكت. افتكروا دول كويس عشان دول هيفضلوا معانا طول فترة المواصفة. نيجي بعد كده ندخل لتعريف الايزو. ايه هو تعريف الايزو؟ التعريف الحرفي للايزو ان هي International Organization for Standardization, تمام؟ المنظمة دي اتأسست عام 1946 في جنيف, وكل أعضائها من كل دول العالم كانوا موجودين في المنظمة دي. كان هدفها توحيد القياس للتبادل التجاري والصناعي. دلوقتي كان إيه الهدف اللي هم يعملوا مثلا منظمة زي منظمة الأيزو؟ هم عاوزين يوحدوا القياس بتاع المانجمنت في كل الشركات, عاوزين يخلوا ان في ستاندر عشان نقول ان الشركه دي ماشيه على الستاندر ده في كل الشركات الموجوده في العالم. طب ده هيفيدهم في ايه؟ ده هيفيدهم ان هم لما ييجوا يتبادلوا تجاريا مع بعض يبقى عندهم نفس اللغه, يبقى بيتعاملوا بنفس الكواليتي, يبقى بيتعاملوا بنفس المصطلحات, عارفين يعني ايه ان حضرتك تثبت قائمه الموردين اللي عندك, عارفين يعني ايه ان يعني ايه جوده, يعني ايه ايزو, يعني ايه الكلام ده كله. كل الكلام ده كان سهل عليهم ان هم يتعاملوا في موضوع المنظمه, تمام؟ فبقى عندهم شويه مواصفات قياسيه كده بيبتدوا ان هم يقيسوا بيها اداء المنظمات او المنشات اللي هم بيدوها الشهاده دي, تمام؟ نيجي بعد كده للايزو 9001, مراحل التطور بتاعت الايزو. كل 5 سنين الايزو بيبتدي ان هو يطلع اصدار جديد من الايزو كل 5 سنين. طب احنا هو ليه بيحصل التحديثات بتاعت الاصدار دي كل 5 سنين؟ يقول لك ان كل 5 سنين بيتم مراجعه الاصدار لضمان استمراريه الملائمه والتطبيق. كل 5 سنين بتظهر حاجات جديده في السوق, بيظهر سوفت وير جديد, بيظهر بوزيشنز جديدة. يعني مثلا احنا لو كنا اتكلمنا عن الدوكيمنت كنترول من 20 سنة, فكان من 20 سنة كان الناس كلها والاورجانيزيشن كلهم بيتعاملوا مع الدوكيمنت كنترولرز از ان هم شغالين في الارشيف مثلا, او ان هم سكرتارية, او ان هم حاجة زي كده, مش كارير ومش حد بيفكر ان هو يتعامل لوحده وان هو عنده ستاندر وان هو عنده رولز وعنده حاجات هو بيعملها من دماغه من غير ما يرجع لمديره. فالحاجات دي خلت ان الهيكل التنظيمي او الهيكل الاداري للشركه بيتغير. فما ينفعش ان انا ادي مواصفه او ادي ستاندر الشركه تمشي عليه وهو مش ملائم للعصر اللي انا شغاله فيه, تمام؟ فقلنا ان هو كل 5 سنين بيتم مراجعه الاصدار لضمان استمراريه الملائمه والتطبيق, وبيتم وضع هيكل موحد للمواصفات لضمان التوافق مع النظم الاداريه الاخرى. زي ما احنا بنقول كده ان النظم الاداريه لما بتختلف لازم ان هو بيخلي الحاجه دي ايكويفالنت مع بعض, بتقدر ان هي تتماشى مع الظروف اللي طلعت جديده دي. كمان التحسين المستمر, لازم الايزو يحسن من نفسه بطريقه مستمره علشان يقدر يتعامل مع السوق الموجود دلوقتي. حاجه كمان زياده متطلبات الجهات المهتمه ذات الصله. يعني انا لو انا عندي دلوقتي الكلاينتس مثلا بتوعي كانوا بيطلبوا بس مني ان انا مثلا اطلع المنتج بتاعي وهم يجوا ياخدوه, وبعد كده اكتشفوا ان هم عندهم عبء ان هم يجوا يتعاملوا في ان هم يجوا ياخدوا المنتج ده مثلا عشان ترانسبورتيشن وعشان حاجات كتير, فممكن يطلب مني ان انا اعمل ديليفري
للايتم ده من عندي ان هو اوصله لحد الشركة عندي. فدي كده بتبقى متطلب جديد من متطلبات مثلا العملية الإدارية عندي، حاجة أنا ضفتها زيادة عندي في الشغل بتاعي، فبالتالي هو استفاد منها إن أنا زودتها. طب أنا لازم برضو إن أنا أبتدي أتحكم في الجزئية اللي زادت عندي دي بطريقة كويسة، ما ينفعش إن أنا ما أتحكمش فيها، لازم تكون برضو تحت التحكم أو تحت السيطرة بتاعة الدوكيمنت مانجمنت بتاعتي او الكواليتي مانجمنت بتاعتي. تمام. فاحنا اول حاجه بدات فيها بقى الفيرجنز بتاعت الايزو كانت 1987، وبعد كده طلع وبعد منها 94، وبعدين 2000، وبعدين 2008، وبعدين 2015. كان عندنا شويه تحسينات من 2008 ل 2015، لانهم دايما المنظمه بتاعت الايزو بيسيبوا حوالي 3 سنين كده للشركه ان هي تبتدي ان هي تابجريد الشهاده بتاعتها للاديشن الجديد بتاعها. تمام. فايه بقى الحاجات اللي كانت مختلفه عن الايزو اللي هو القديم، الفيرجن القديم من 2008 ل 2015؟ كانت مثلا من التحسينات اللي حصلت في 2015 ان هو تم دمج اكتر من مواصفه مع بعض. ان هو ما كان الاول ما كانش فيه دمج ما بين المواصفات. في 2015 تم دمج مجموعة من المواصفات. في 2015 كمان الفكر مبني على الريسك مانجمنت أكتر. كان زمان كان مبني على المنهجية وعن طريقة البروسيس وإزاي البروسيس أبروتش بتحصل وإن العمليات هي اللي متحكمة في كل حاجة. دلوقتي لا، دلوقتي الفكر بتاعهم بقى مبني على المخاطر أكتر، إن هو إزاي يدرس الريسك اللي موجودة في السوق، يدرس الريسك اللي ممكن تقابله واللي هي كانت قابلته الموجودة زمان، الحاجات اللي كانت قابلته زمان وممكن تقابله في المستقبل كمان. كمان من أهم التعديلات إن هو تم هيكلة المحتوى من 8 آيتم بقوا 10. فدي برضو من الحاجات اللي اختلفت. كمان بنركز في، قلنا إن هو تم إضافة بند سياق تحديد سياق المنظمة اللي هو البند رقم 4 للمواصفة. كمان تم تغيير الإجراءات الموثقة، بقت اسمها المعلومات الموثقة، ده في البند رقم 7 اللي إحنا هناخده بعدين. كمان كانت بتشير المنتجات، زمان كانت بتشير للمنتجات بس، دلوقتي بقت بتشير للمنتجات والخدمات. دلوقتي بتلاقي المواصفة بتتكلم، بتقول لك ان انا دايما كل ما بتيجي تتكلم، كل ما بتجيب اسم منتج بتقول لك هو منتج او خدمة، لانها بقت كمان ابليكابل على الشركات اللي بتدي خدمات مش بس الحاجات اللي هي بتصنع. تمام. في كمان بنود ما بقتش الزامية زي كواليتي مانيوال ومواصل الادارة والاجراءات الوقائية، كلها تم تغييرها وما بقتش الزاميه زي الاول. احنا طبعا عارفين ان المواصفه بيبقى فيها بنود الزاميه وفيها بنود غير الزاميه، وشال شويه حاجات كده ما كانت الزاميه زمان، دلوقتي ما بقتش الزاميه في الفيرجن الجديد. تمام. طيب الفيرجن الجديد ده مين اللي المفروض يتعامل بالكواليتي؟ نقدر نقول مين مثلا يقدر ياخد الشهاده بتاعه الايزو؟ هل هي مثلا منطبقه على الشركات الكبيره بس، ولا هي الشركات الكبيرة والصغيرة؟ الأيزو بتقول إن يقدر أي حد بغض النظر عن الشركة وبغض النظر عن الفيلد اللي شغالة فيه الشركة، أي حد يقدر ياخد شهادة الأيزو طالما هو بيطبق المواصفة بتاعة الأيزو، طالما هو عنده ستاندر هو بيطبقها وبيعمل دايما تحسين مستمر ودايما بيحاول إن هو يطبق ويحسن مهارات الناس الموجودة عنده، ده يقدر ان هو يحصل على شهاده الايزو. فاحنا هنا بنقول ان شهاده الايزو تقدر تحصل عليها اي شركه باي حجم في اي مجال. تمام. ايه بقى البرنسبلز اللي بتعتمد عليها الايزو، اللي الستاندرد بتاعت الايزو بتعتمد عليها؟ اول حاجه الكاستمر فوكس، التركيز على العميل. دايما دايما في الايزو هتلاقي الناس دلوقتي بتركز ان حضرتك ازاي تحصل على رضا العميل. لازم ان انت تقدر ان انت تفهم العميل بتاعك عاوز ايه، هي متطلباته ايه، هي المواصفات بتاعته بالتفصيل اللي هو محتاجها. اولا عاوزين نعرف العميل، العميل هو مين؟ هو اي شخص او جهه تتلقى او تتاثر بالمنتجات او العمليات اللي حضرتك بتاديها. هل هم العملاء عندي، العملاء اللي هم الاند يوزر اللي بياخد بس المنتج اللي انا بطلعه؟ لا، انا عندي نوعين من العملاء، عندي عملاء خارجيين وعندي عملاء داخليين. العملاء الخارجيين اللي هم مش من أعضاء المنظمة بتاعتي أو من فريق العمل، هو المستخدم مثلا، ممكن يكون المستخدم النهائي، ممكن يكون المستهلك، ممكن تكون الهيئات الحكومية، ممكن تكون الشركات التأمين، الشركات المنحة للشهادات، كل دول بيعتبروا عملاء خارجيين.
ناس بتأثر عليا، وأنا كمان بيتأثروا بالمنتج اللي أنا بطلعه. فهو ده العميل الخارجي. طب مين هم العملاء الداخليين؟ العملاء الداخليين زي فرق العمل اللي في الموجودين في المؤسسة، اللي هم العاملين وأصحاب المؤسسة، دول العملاء الداخليين. طيب إيه تاني من البرنسبلز اللي إحنا بنتكلم عنها في الأيزو؟ التحسين، واسمه التحسين المستمر، إن لازم الشركة بتحاول إن هي تحسن من أدائها بشكل مستمر، من ناحية تحليل وتقييم البيانات المتوفرة علشان تشوف هي محتاجة تحسن إيه. إيه كمان تقدر تعمله؟ بناء على الأهداف اللي هي حطتها من الأول، بتقدر تشوف هي إيه اللي قدرت توصل له، قدرت تحقق إيه وما قدرتش تحقق إيه. البحث دايما على حلول لتحقيق الأهداف، لازم تشوف دايما إيه هو المشاكل اللي عندها وتبتدي تحلها، تشوف إيه العوائق اللي هي بتعيق تقدمها أو بتعيق إن هي توصل للهدف بتاعها، وتبتدي إن هي تتعامل معاها. لازم تعمل تقييم واختبار لكل الناس اللي حواليها ولكل أدائها اللي موجود في الشركة، علشان تبتدي تتقن الحل الأمثل اللي هو تم اختياره. كمان لازم تتابع وتحلل وتقيم النتائج، وتقدر تتعامل مع التغيرات اللي هي ناتجة عن التحسين بتاعها. طيب فإحنا بنوصل في الآخر إن التحسين ده مطلب أساسي للحفاظ على مستوى الأداء للمؤسسة، عشان تبتدي إن هي تستجيب للظروف الداخلية والخارجية، عشان تقدر إن هي تعمل فرص جديدة تقدر تحصل عليها في السوق. تمام؟ إيه تاني من البرنسبلز بتاعت الأيزو 9001؟ اتخاذ القرارات المبنية على الحقائق. عملية اتخاذ القرار لو ما كانتش موجودة بطريقة صحيحة، أو ما كانتش مبنية على أساس صحيح ومعلومات صحيحة، هتودينا لقرارات خاطئة وممكن تهدم أساس المنظمة بالكامل. فمهم جدا إن احنا نحلل البيانات والمعلومات عشان نوصل لقرارات فعالة. إيه كمان؟ الليدرشيب، القيادة. القيادة هي اللي بتحدد أغراض المؤسسة، وهي اللي بتعرف الناس تتجه فين، وهي اللي بتعرف العاملين وتبتدي إن هي تحضرهم المؤتمرات والاجتماعات اللي إحنا بنعمل فيها القرارات المهمة، عشان تشركهم في القرارات دي، عشان تحسسهم بيسموها إيه، بالانتماء للمكان. طول ما أنت عندك انتماء للمكان، طول ما أنت بتبقى موجود في أماكن صنع القرار، طول ما حضرتك بتبقى حريص ان القرار ده يتنفذ. لو حضرتك مش موجود في اجتماع زي كده، هتبقى حضرتك حاسس ان هو دايما ان ده اوردر بيتحط لك، يعني حاجة انت بس محتاج ان انت تنفذها، بس مش محتاج ان انت تبقى مثابر عليها، وان انت تبقى مصر، وان انت تحاول تشوف ان هي بتتحسن ازاي. طيب البروسيس ابروتش، منهجية العمليات. مهم برضو ان احنا نحدد الموارد اللي بتعتمد عليها المنشأة عشان تحقق متطلبات العميل، وبتحولها لمدخلات ليتم عليها مجموعة من العمليات والأنشطة، عشان يبقى عندك مخرج كويس يوصل للعميل. الجزئية دي اللي احنا بنسميها process approach، اللي انت ازاي هتقدر تدير العملية الانتاجية عشان تقدر تحصل على رضا العميل في الاخر. طيب دي اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها من شوية، اللي هي مشاركة العاملين، اللي احنا قلنا فيها ان العنصر البشري مهم جدا ان هو يبقى موجود في اماكن اتخاذ القرارات او صنع القرار، علشان يبقى عنده ولاء ان هو يتعامل في القرارات دي ويبتدي ان هو ينفذها. حاجة كمان كنا بنتكلم فيها اللي هي relationship management، اللي هي إدارة العلاقات. مهم جدا إن يبقى واضح لكل حد في الشركة هو وظيفته إيه، المفروض يتعامل مع مين. العلاقات الداخلية والخارجية مهم جدا إن هي يبقى لها تشانلز وتبقى أندر كنترول، عشان تقدر إن أنت تتعامل معاها بطريقة صحيحة. إحنا عندنا نوعين من العلاقات، العلاقات الداخلية اللي هي مع العاملين والإدارة، والعلاقات الخارجية اللي هي مع القوى العاملة ومع التأمينات والموردين، زي ما كنا بنتكلم من شوية، والجهات المانحة. لازم الشركة تركز على كل الأطراف دي وتعرف متطلباتهم، وتعرف إزاي تدير العلاقة ما بينها في الشركة داخليا وخارجيا. طيب إيه هي البنفتس اللي إحنا ممكن تحصل عليها الشركة من
حيازتها لشهادة مثلا زي شهادة الأيزو اللي هي فوائد مبادئ الجودة. يعني أول حاجة